لقناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر المؤلم من مدينة الطائف. الطفل اللي كان غرق المدرب ديالو كيجمعهم ديما، هما جمعية دايرين واحد الفرقة في الحي، كيمشيو مرة كيلعبوا كيترينو في البحر، كيلعبوا كورة. الدري مشى يعوم ما داهاش فيه على حساب واحد الصياد اللي عاود لينا، قال لك كان كيهبط وكيطلع كيسحبو، ما كيسحبو كيلعب هو راه غرق. الام ديالو ما صبراتش، شحال هما يا كيقلبو ما كيسحبوش، ما كانوش متاكدين انه راه غرق، كانوا كيقولوا راه اختفى. توتر، شحال هما كيقلبوا عليه. ان لله. الام كما شفتوا معنا صورنا معاها ما صبراش، كتقول وسيم كان قريب ليها، كان ديما معمر عليهم الدار، ديما يلعب معاهم بين يوم وليله، اختفى اليوم في الصباح مع السبعة الله رب البحر ديال السعاده، كيلوح الجوتشا ديال وسيم اللي كنا الصباح تما وما قدرناش نخبروا العائله ديالو. واحد السيده هي اللي تكلفات وخبرات العائله ديالو في هاد اللحظات. تم الدفن ديال وسيم، الاب ديالو كما شفناه صابر تقريبا سيمانه هو في البحر ديال واحد الباراسول، كيتسنى يوميا ان البحر غي يلوح ليه الجثه ديال ولده يوميا، وهو تما ما كانش كيجي. الام ما كانتش صابره مسكينه حتى هي، كما شناها ولات كتهضر بوحدها. الله يصبرها، الله يصبر الاب ديالو، الله يصبر الاهل ديالو. دري باقي شاب صغير، ما علينا ان نقولوا انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبر العائله ديالو، هادشي اللي غادي نقولو. الحمد لله باقا عندهم بنيه خليفه في ديك البنيه، الله يصبرهم. حنا دابا وقفنا غير هاد الشويه، دابا غير واحد الشويه تقريبا، دابا شي خمسه اللي جاو دفنوا، ما كاين غير الله يرحم. انتما كما كتشوفوا هي عامره في البلاصه. إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله وإنا إليه راجعون. كما شفتوا معنا نهار عيطت لنا الأم ديال وسيم، مشينا صورنا معاها، كانت الأمل ديالها في الله أنه يكون مختفي، ودرنا التصويرة ديالو باش نشوفوا إلا تعرف عليه شي واحد اللي كان مختفي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وسيم غرق كما قالوا لها الناس، غرق. الله يرحمه والله يغفر ليه والله يصبر الاهل ديالو. كما كتشوفوا معنا الاب ديالو ما صابرش، شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تي في، الى حين باشر اخر ان شاء الله.